بينما يروي العم خالد اللحظات الأولى بعد مسح المربع السكني الذي يقطن فيه وسط دير البلح، يتجدد القصف في محيطه. عائلات فاجأها القصف الإسرائيلي بينما كانت تهم بتحضير الطعام. احنا قاعدين في امان الله، اولادنا نسوانا بخبزن واولادنا بيلعبوا في الحوش هنا، وعايز زي اي ناس عايشين يعني، قاعدين بنولع النار يعني، مش جايبين يعني مش احسن من الناس. خشيت جوا على البيت اجي اشوف عيالي، فجأة شفنا الدنيا كلها ايش سمرة سمرة، ما شفناش ولا حاجة. طلعنا لقينا البنات مرميات هنا هذا، والاطفال غاد اشلاء، وابن اختي قبل شوي اخذوا اشلاء الثاني. لحظات قصيرة حولت مظاهر الحياة إلى موت ودمار. الأطفال والنساء تحولوا لأشلاء، أشجار النخيل والبيوت سويت بالأرض، وعشرات الضحايا ما زالوا هنا تحت الأنقاض. يعني سمعنا الخبر واجينا يعني نشوف، طلعنا اللي قدرنا نطلعه، في عايشين، في شهداء، يعني في نازحين، يعني أكثر من تقريباً لا يقل عن 40 شخص في البيت. يعني فيش حدا، فيش أدوات نعمل حاجة، نطلع عايشين مستشهدين تحت مش عارفين حاجة. أهالي المنطقة الذين هرعوا لموقع القصف وقفوا عاجزين أمام الأنقاض وسط افتقارهم للمعدات اللازمة لإزالتها وانتشال من حوصر تحتها. أما من بقي من سكان الحي فيفضل الحياة فوق الركام على الخروج أو النزوح. وين داروه؟ نقعد فوق الركاب في بيت مش طالع منه.